السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان طلب مني في تقريبا في نص أربعة مقال عن الكورونا لمجلة طبيبك الخاص، ونزلت في العدد بتاع 10/5 اللي هو ده 10/5، وكان موضوعي اللي هو عن القطط والكلاب بريئة من ايه، من مرض او من مرض الكورونا. الفكرة ان بالنسبة للكورونا الاول كل سنة طيبين وخلاص، وبكرة او بعد بكرة العيد ان شاء الله، وربنا يعود علينا العيد الجاي ان شاء الله، وكلكم جميعا بخير وبصحة وبسلامة. الناحية التانية ان بالنسبة لموضوع الكورونا، انا في الفترة اللي فاتت ما نزلتش ولا مقالة، لان كتير كانوا بيتكلموا على الكورونا، وكان كل الكلام اللي بسمعه كلام كتير بسمع عن الكورونا، اللي يقول لك اشرب مية كتير، واللي يقول لك ما اعرفش ايه، واللي يقول لك الحر يقتل الفيروس، واللي يقول لك كلام يعني ملهوش منطق علمي في الموضوع ده. الناحية اللي انا طبعا مرضتش اعلق في المواضيع دي خالص، لان كان في دي مقالة هتنزل في طبيبك، فمرضتش اتكلم في الموضوع ده. لكن انا عاوز اتكلم ان حاليا المشكلة الاساسية هي مناعة الانسان. مناعة الانسان هي المهمة في موضوع الكورونا، والمناعة بتنقسم عندنا 3 اجزاء في المناعة. المناعة بتاعت الاجسام المضادة اللي هي بتتكون، المفروض انها تتكون بعد ما تيجي لك اصابة كورونا مثلا، وجات لا قدر الله اصابة دلوقتي وحبت تتكرر عليك مرة تانية، فبيكون عندك اجسام مناعية تمنع ان ايه المرض ياخد دورته زي ما بياخدها في اول مرة. فده مقصود بيه الاجسام المضادة. فهم بيدوروا دلوقتي على لقاح او تحصين او حاجة زي كده، بحيث يدوها للسليم او للي في بداية الاصابة او السليم، بحيث انه يقدر يكون اجسام مناعية للمرض قبل ما ايه ما يدخل جسمه. دي حاجة. الناحية التانية المناعة الخلوية اللي هي مناعة الخلية، والمناعة الخلوية دي هي اللي اساسا للمرض اول ما يظهر للانسان اللي هو احنا حاليا فيه. يعني هم بحضروا لموضوع حاجة مستقبلية، يعني ان ايه ان يديك حاجة من الميكروب مضروب علقة او مضاعف بحاجة معينة، بحيث جسمك يكون اجسام مناعية لهذا الميكروب. فدي نقطة، ودي طبعا لو تكرر المرض مرة تانية زي مثل الانفلونزا او تطعيم الانفلونزا. لكن هي المناعة اللي حاليا اللي مطلوبة لينا مناعة الخلية، المناعة الخلوية. المناعة الخلوية دي اللي هي فيها الاجسام في كرات الدم البيضاء دي الموجودة، والخلايا التائية والبائية اللي بتوع اللي والتالتة ثانوي اللي درسوا الحاجات دي. فدي المطلوبة. ودي بتتكون فين أساسا؟ بتتكون في العظم وفي الكبد، يعني في خلايا الدم، مع خلايا الدم يعني. فهي الفكرة ايه؟ ان الخلايا المناعة الخلوية هي المطلوبة حاليا. فالمناعة الخلوية لازم تكون بتتغذى كويس وتغذية متكاملة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بعد عشان المناعة الخلوية. نمرة اتنين الناحية النفسية اللي هي نمرة ايه تلاتة. الناحية النفسية، الناحية النفسية لأي واحد بداية إصابته، لو لا قدر الله نفسيا هيتعب هيخلص على نفسه، لازم يبقى عنده قناعة وعنده مناعة من الناحية النفسية. والناحية النفسية مناعتها بتيجي بارتباطه بدينه، بارتباطه بإيه؟ بدينه. ولذلك حتى في بحوث بيقول لك ان الرجل المرتبط بدينه فبيبقى بترفع عنه نسبة المناعة، بتزيد نسبة المناعة عنده 15% ل 20%، يعني 5 المناعة. وده سببه ايه؟ ان هو مسلم امره لله، واللي يحصل يحصل سواء شفي ما شفيش، يعني هو مسلم كده. لكن نفسيا مش تعبان، نفسيا ايه مش تعبان، متقبل الموضوع بصدر رحب. فدي بتزود مناعته، فبتخلي خلايا تقدر تنشط وتقدر ايه تبيد الميكروب اللي داخلها.
دي الخلايا اللي هي المناعة الخلوية. فالمناعة الخلوية مطلوب معاها شوية تماسك من الناحية النفسية. نمرة اتنين اللي هي من ناحية نفسية، عشان تيجي لازم يكون عنده ارتباط بدينه، وطبعا النظافة والغسيل بالمية والصابون والحاجات اللي احنا قلنا عليها في الموضوع ده. وربنا يعفو عن كل المصابين ويبعد عنا الكورونا. وزي ما قلت في شريط قبل كده، زي ما قالت منظمة الصحة العالمية قبلي، ان المرض ده قدامه سنة ونص يخلص. احنا دلوقتي في شهر ستة او بداية شهر ستة، يعني وربنا يسهل ويكون قبل كده. لكن ما معناه انه هيقعد لسه قدامه في سنة، قدامه ايه في سنة او في 10 شهور لسه قدامه. لكن كل الحاجات اللي العلاجات اللي بيدوها دلوقتي هي علاجات حسب مظاهر المرض. بكح بيدوله دواء للكحة، بترتفع الحرارة بيدوله دواء للحرارة، بيدوله معرفش بيدوله كذا. لكن المضادات الحيوية ما بتجيبش نتيجة مع الفيروس. كل الحاجات المضادات الحيوية بياخدها الإنسان في الحالات دي برضه عشان ما تجيش أمراض تانية معاها. لأنه لما المقاومة بتضعف بتاعة الإنسان بسبب الدور اللي هو فيه ده، فبيضطر إن يدخل عليه أمراض بكتيرية كتير. فلذلك هو بياخد مضادات حيوية عشان كده إذا كان هياخد. لكن كل العلاج سيستمك، يعني حسب المظاهر اللي هي اللي محدثها أو الأعراض اللي ظاهرة على إيه؟ على المريض. وطبعا ربنا يشفي كل مريض. وزي ما قلت لكم، المناعة الدينية حوالي 15% من رفع المناعة بيكون بسبب ناحية دينية. طبعا دي ملهاش علاقة بالعلم، لكن هو ثبت في مواضيع زي دي، وقريت أنا حاجات زي دي، إن المناعة الدينية وهي لما تيجي تشوفها من الناحية العلمية هتلاقيها إنها ناحية نفسية. ناحية إيه نفسية؟ لأن في واحد ممكن يموت من الرعب والخوف حتى قبل ما يجيله المرض. بدل ايه؟ لانه نفسيا تعبان. فعشان يبقى نفسيا قوي ويقدر يقاوم وما يفكرش في حاجات زي دي، لازم يبقى مرتبط بدينه كويس، بغض النظر هو ديانته ايه. انا ما بتكلمش على ديانته مسلم كذا بتاع، لا لا لا، مش في الفكرة. الفكرة انه هيكون نفسيا قوي، نفسيا قوي. فالمناعة الدينية او الارتباط الديني بيرفع مناعته ايه، بينفع مناعته اللي هي ايه، مناعة الخلية داخل جسمه بسبب استقراره النفسي. وده عامل مهم في علاجه. ده الموضوع اللي هو ايه بنقدر نتكلم فيه بالنسبة للكورونا. وربنا يبعد الكورونا عن الجميع. تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ونرجع مرجوعنا نبدأ نكمل الحاجات اللي وقفنا عليها، اللي هي حكايات نسائية في آيات قرآنية، ونستمر في قصة سيدنا نوح وسيدنا آدم وسيدنا إبراهيم وسيدنا عمران، وفي حاجات كثيرة يعني. والكلام اللي بقوله مش هتلاقيه في التفاسير. من الآخر، الكلام اللي بقوله مش هتلاقيه في التفاسير. هتيجي تقول يعني اشمعنى زيادة كلامك، أقول لك مش زيادة ولا حاجة. المهم الكلام اللي بقوله مش بتلاقيه في التفاسير. وانا مستعد لو انت جبت عكس كلامي في آية قرآنية، مستعد ارفع لك القبعة. فدي نقطة، لكن مش هتلاقي. وانا بقول لك مش هتلاقي، فدي نقطة مهمة. وكتاب سيدنا نوح عليه السلام اللي هو انا حضرته ده، اول قصة انبياء عملتها كان سيدنا نوح، وبينت ان حام وسام ويافث دي كذبة عشان يكذبوا على ايه، على العرب والمسلمين. وللأسف شربوها كل المفسرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في فيديو آخر.